أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية من قناة البلد، نستهلها بالعناوين. خطة حكومية لرقمنة المعاملات المالية، مراجعة إجراءات منح القطع السكنية والزراعية بالخرطوم، تطوير وترقية القطاع الزراعي بالولايات الشمالية. أهلا بكم. استهلت تعاملات أسعار العملات اليوم الأحد في الأسواق الموازية باستقرار نسبي، محافظة على ارتفاعها يوم أمس ومبتعدة عن الأسعار المعروضة من قبل البنوك المحلية. وتم تداول أسعار الدولار الأمريكي عند متوسط صرف 580 جنيها، فيما وصل سعر الدولار لأعلى سعر صرف في البنوك إلى 577 جنيها. تعكف لجنة مراجعة تخصيص ونزع الأراضي الاستثمارية الصناعية بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم على إعداد ضوابط ومعايير جديدة لتخصيص ونزع الأراضي الاستثمارية الصناعية، وذلك تحت إشراف مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم. وقال مقرر اللجنة ومدير المكتب الفني بالمفوضية أحمد عوض الكريم خلال اجتماع اللجنة بالمفوضية إن اللجنة استندت في عملها على مراجعة القطع التي تم نزعها في المربعات الصناعية، بجانب حصر قرارات تمديد المهلة للمشروعات الاستثمارية والوقوف على المساحات القياسية وتوجيه الاستثمار للأنشطة والمجالات ذات الأولوية، وقياس مدى جدية المستثمر في تحقيق الغرض الذي من أجله منح الترخيص عن طريق مؤشرات قياس علمية والتنافس الحر بين المتقدمين للحصول على ميزة الأرض مستقبلا عن طريق منح الدرجات. قال والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة إن إنشاء محطة مياه صالحة تأتي في مقدمة أولويات حكومته باعتبارها من أكبر المشاريع لإنتاج المياه من النيل، وتسهم بصورة مباشرة في سد نقص المياه لعديد من الأحياء السكنية بمحلية أم درمان، كما توفر المياه لقرى الريف الجنوبي. ووقف الوالي على المشكلات التي تواجه الشركة المنفذة، مما أدى لتوقف العمل في إنشاء المحطة لأكثر من 3 أعوام. أوجه الوالي بالإسراع لحل معوقات العمل كافة التي تواجه الشركة في تنفيذ المحطة حتى تباشر عملها فورا في تنفيذ الأعمال الإنشائية والخطوط الناقلة. أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن خطة حكومية واضحة لرقمنة المعاملات المالية وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرات الدولة في الاعتماد الكامل على الموارد الذاتية والوصول إلى موازنة صفرية في الاقتراض من العالم الخارجي في موازنة العام المقبل كما حدث في العالم أو في العام الجاري. وقال وزير المالية في الجلسة الافتتاحية أمس لورشة تقويم وتطوير أداء الاقتصاد الكلي إن هنالك اتجاه لزيادة الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل على التعليم والصحة بنسبة كبيرة، لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية بجانب الإنفاق على البنى التحتية لإرساء دعائم النهضة الشاملة. تحتفل المنظمة العربية لتنمية الزراعية باليوبيل الذهبي للمنظمة واليوم الزراعي للعام 2022 حضوريا بمقر الأمانة العامة للمنظمة بعد غد الثلاثاء تحت رعاية أبو بكر عمر البشرى أحمد وزير الزراعة والغابات. وافتراضيا ستشهد الدول العربية والمكاتب الإقليمية للمنظمة إنجازات المنظمة طوال 50 عاما منذ تأسيسها، ويحضر الاحتفال عدد من الوزراء العرب والمسؤولين في المنظمات وخبراء ومدراء سابقون للمنظمة. تصاحب الاحتفال فقرات تكريمية ورشة عمل حول التكامل الزراعي العربي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والتغلب على التحديات المعاصرة. تم التوقيع على اتفاق شراكة اقتصادية بين البنك السوداني الفرنسي وشركة ماكس نت لإدخال 3 خدمات تقنية في العمل المصرفي تستهدف تسهيل حياة المواطنين، ومن المقرر توزيع نحو 10,000 نقطة وفق جدول زمني يمضي تصاعديا.
وقال مدير عام البنك السوداني الفرنسي عثمان التوم إن الخطوة تسعى للتحول من العمل التقليدي للحديث والرقمي وتطوير الأداء في القطاع المصرفي والوصول للمناطق البعيدة وتحقيق الشمول المالي، مبينا أن عدد المتعاملين من الجهاز المصرفي ضئيل جدا، وأن المعاملات الإلكترونية تختصر الوقت والجهد والزمن، مضيفا أن الخدمات الجديدة وفرت لها كل إجراءات الضمان والتأمين، لافتا إلى أن التحول الرقمي سيتم على عدة مراحل تنطلق بتوزيع نقاط البيع تشمل كل ولايات البلاد والسودانيين بالداخل والخارج. أعلن والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن ترتيبات لمراجعة إجراءات منح القطع السكنية والزراعية بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة المعنية بالأراضي لمنع التلاعب في تخصيص القطع السكنية والزراعية بالولاية، ومراجعة كافة المعاملات والخرط المعنية بالخطة الإسكانية لأرياف الولاية لضمان منح المستحقين وإبعاد غير المستحقين بما يتماشى مع سياسة حكومة الولاية لمحاربة السماسرة والتلاعب في الأراضي التي أصبحت سلعة يتم تداولها خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية. وتعهد الوالي لدى مخاطبته اعتصامها لقرية كدي بشمال الريف الجنوبي لمحلية أم درمان بحفظ الحقوق التاريخية للقرى، إضافة لتوصيل الخدمات الضرورية التي يحتاجها إنسان الريف. كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أن إنتاج الذهب في النصف الأول من العام 2022 بلغ 15.28 طنا، وبلغت جملة الإيرادات عن 81 مليار جنيه. وكشفت أن نسبة تحقيق الربط الإيرادي خلال نصف العام الأول من العام 2022 بلغت 85%، وأوضح تقرير الأداء للنصف الأول من العام الحالي على تفاصيله أن إنتاج شركات الامتياز بلغ 3.64 طنا من جملة الإنتاج في وقت كان المخطط له 3.35 طنا بنسبة زيادة بلغت 105%، فيما أنتجت شركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي 6 أطنان من 5.69 طنا بنسبة إنتاج بلغت 107%، وأفاق إنتاج التعدين التقليدي إنتاج شركات الامتياز حيث بلغ 5.55 طنا من المخطط 17.5 طنا بنسبة زيادة وصلت إلى 32%. أكد وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي اهتمام وزارته بقطاع الأسماك وتطويره، مشددا على أهمية حماية الموارد القومية وتطويرها لتسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار الوزير خلال زيارته التفقدية لمصايد الأسماك بنهر عطبرة وستيت أن قطاع الأسماك قطاع واعد يلعب دورا كبيرا في مكافحة الفقر وكسب عيش المواطنين داعيا إلى محاربة الصيد الجائر. وتعهد حافظ بتوفير المعينات والمعدات وكل المستلزمات التي تعين على حماية مصائد الأسماك في نهر عطبرة، داعيا الصيادين إلى إدخال النقل المبرد والمجمد لتسويق الأسماك حتى تعم الفائدة الكبيرة. أكد والي الولاية الشمالية المكلف الأستاذ الباقر أحمد علي مواصلة جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الزراعة والمالية الاتحاديتين والجهات ذات الصلة بالمركز لتطوير وترقية القطاع الزراعي. وأوضح الوالي السعي لمكافحة كافة المشاكل والتحديات التي واجهت الموسم الشتوي الماضي، خاصة عدم توفر بعض مدخلات الإنتاج والتسويق وتحديد السعر التركيزي المجزي لمحصول القمح والتوسع في زراعته باعتباره يمثل واحدا من المحاصيل الاستراتيجية الذي تعول عليه الدول بشكل كبير. كشف في الأول من العام 2022 الصادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إلى أن الصين تتصدر قائمة الدول المستثمرة في قطاع التعدين بالبلاد من جملة 18 دولة أجنبية، وشركات الامتياز العاملة في التعدين بالسودان بعدد 11 شركة تعدين وشركات امتياز أجنبية من جملة 36 شركة امتياز و3 شركات لدول الهند وتركيا والمغرب وقطر، وشركات
شركتان سعوديتان وشركة واحدة لكل من الإمارات، أرمينيا، مصر، الأردن، كندا، جنوب أفريقيا، اليابان، اليمن، روسيا، عمان، وبريطانيا، فيما توجد أكثر من 20 شركة امتياز أجنبية أخرى ليتم تصنيفها بعد أو لم يتم تصنيفها بعد لعدم اكتمال ملفاتها. كشف رئيس الغرفة التجارية بشمال كردفان عثمان سالم عن اتجاههم لإغلاق الأسواق في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجا على فرض ضرائب وصلت إلى 1000%. وأبان عثمان بحسب صحف اليوم أو يوم الأحد أن اجتماعا ضم اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية وعددا كبيرا من التجار أجمعوا فيه على أن زيادة نسبة الضرائب غير منطقية، وقال إن المجتمعين قرروا إغلاق الأسواق والبورصة بالولاية، وبين أن الاستثناء من الإغلاق سيكون للمخابز والمرافق العامة. بحث ممثل الوالي كسلا الأستاذ عادل عثمان علوب لدى لقائه مندوب منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو بالسودان بابا غانا سبل تعزيز الشراكة ورفع مستوى البرامج المنفذة بدعم من الفاو، خاصة في مجالات الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بمختلف مناطق الولاية. وقال علوب خلال اللقاء إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الفاو بدعم الأهداف والرؤى المشتركة التي تعزز من مقدرات إنسان الولاية عبر البرامج المنفذة من قبل الفاو، مشيدا باهتمام المنظمة وحرصها على دعم جهود الولاية في مختلف المستويات. وأشار ممثل الوالي إلى الدور الكبير لبرنامج دعم صغار المزارعين في مناطق الزراعة المختلفة، مما يساعد كثيرا في تقليل تكلفة الإنتاج. النشرة الاقتصادية انتهت، نعود لنذكر بعناوينها. خطة حكومية لرقمنة المعاملات المالية، مراجعة إجراءات منح القطع السكنية والزراعية بالخرطوم، تطوير وترقية القطاع الزراعي بالولايات الشمالية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا العرض الإخباري الأخير عند 8 بتوقيت الخرطوم. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.